السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابعين المشاهدين الأعزاء، لقد نساكم رحلة العقارة الكنس. اليوم تنقترح عليكم عقار من فئة المتوسطة التي توجد منزل التي تكون نسبي وجوج متاع الطوابق، كل طابق فيه جوج متاع الشقق. فقبل إن شاء الله ما نبدأ الوصف متاع هاد الشقة متاع اليوم، ترحب بالجميع الناس اللي أول مرة يدخلوا القناة تاعنا ولا اللي يشاهدوا الفيديوهات تاعنا. مرحبا بيهم الناس اللي مازال ما مشاركينش في القناه وكان تيهمهم العقار في المدينه تاع الكناس، يشاركوا في القناه باش يكونوا هما السباقين للعروض الحصريه والعروض الجديده. مجرد ما يتحط العرض يكون في المتناول نتاعهم. فعلى بركه الله ندخلوا في الوصف نتاع الشقه هذه اللي تنقلوا مباشره نلقاو الصالون اللي هو هذا. الشقه تبارك الله اللي هي ضاويه مهويه مشمشه. احنا حاليا تنتواجدوا في الصالون. صالون تبارك الله المساحة اللي هي كبيرة، حاليا كيما قلنا في الصالون، المساحة الإجمالية تاع الشقة تقريبا 70 متر. الشقة نتاع اليوم تتكون صالون، مطبخ، وجوج نتاع الغرف نتاع النوم. نطرحو هذا بالباركو نتاعو. بالنسبة للناس اللي تيسوقو من المقيف، احنا حاليا تنتواجدو في السلام بالضبط من القرب من ولاية الأمن ولا من دائرة الأمن اللي كاينة هنا في السلام. حي السلام في البداية نتاعو بلاصة اللي جات تبارك الله عالية وفجيجة. جميع المرافق متوفرة هنا في السلام، الطاكسي، الطوبيس، قريب من المحطة الطرقية، جميع المرافق قريبة وقريب حتى للمدينة. تنقصدو بالمدينة المركز نتاع مكناس. الناس اللي متيعرفوش الحي نتاع حي السلام اللي يقولوا أن هاد المنطقة خارجة على المجال الحضاري. هذا الحمام المشترك، عندنا غافارو، عندنا طواليت فرونسي عزاك الله، وعندنا رشاش بالجنة تاعو تحت، وعندنا الفوق واحد الديبارة خزنة اللي مشات تاع لاكراك نتاع الحمام. في نفس هاد الكولوار هذا تلقاو الغرف بجوج، هادي الغرفة اللي نسميوها الغرفة رقم واحد، هي هادي المساحة تبارك الله اللي هي كبيرة. كما قلنا أن المنزل تبارك الله جاي في واحد المنطقة اللي هي عالية، عند واحد الإطلالة اللي هي مفتوحة، وجات الدار بحال الجهة اللي طلعنا عليها الجهة نتاع لاكول، جات أن المنزل بحال عندو جوج نتاع الواجهات متقابلين. كما لاحظنا حتى الإطلالة نتاع السرجم نتاع لاكول إطلالة اللي هي مفتوحة. هذه الغرفة اللي نسميوها الغرفة رقم جوج. تبارك الله المساحة كبيرة، بالإضافة أن فيها بلاكا نتاع جي على شكل نتاع دريسينغ، جي بلاكا جي لي عطا المساحة للغرفة. بالنسبة إلا كانت غرفة نتاع النوم تتبقى لك المساحة باش دير الناموسي نتاعك، باش دير الكوافوز. إذا العقار نتاع اليوم عقار لي متميز من ناحية تاع الموقع نتاعو، المساحة معقولة، والثمن راه مناسب. ما ذكرناش الثمن، الثمن تاع الشقة 33 مليون. إن شاء الله ممكن أن الثمن إن شاء الله يتناقش في إطار الجدية وفي إطار الشراء. فوصلنا لنهاية تاع الفيديو، تنشكركم على الوفاء نتاعكم على تتبع الفيديو حتى هاد المرحلة هذه. ما تنساوناش بالإعجاب وبالإشتراك في القناة. من طبيعة الحال إذا كان تيهمكم العقار في المدينة تاع الكناس، فدمتم في رعاية الله، وإلى عرض آخر وشقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.